نسيني الدنيا نسيني العالم، طولني حبيبي سيبني اقول احلى كلام. لو الف الدنيا لو الف العالم، مش ممكن زي غرامك انت الاقي غرام. لو اقول لك اني بحبك الحب شويه عليك، بحبك الحب شوية عليك. لو سبني انا ما بعد عنك بلد. هلا حبايبنا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم زينين وكلكم بخير. اليوم حبينا نشارككم مناسبة عيد الحب، ونفس الوقت اذا اكو اشخاص دا يتابعونا فاحب اقول لكم هو عيد الحب مو بس للحبيب او للزوج، عيد الحب تقدرون بس للبنات. عيد الحب تقدرون تحتفلون بيه ويا الاهل ويا الاصدقاء، يعني مو ضروري يكون اكو حليفة. اتمنى اللي يشوف الفيديو ما يحزن. فهسه راح نبدي وياكم بالفيديو، واذا انتم اول مره تشوفونا كل اهلا بيكم. انا اسمي ساره ومحمد، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. هسه يلا تعالوا خلونا نبدي الفيديو اليوم. عن هوايه تسالوني تقولون ساره ايش قد كان عمرك لما تزوجتي؟ كان عمري 21 سنه، كان بعد بس شهرين ادخل بال 22 سنه. بما انه انتم هم سالتوني فاني هم اسالكم، اقول لكم ايش قد كان عمركم لما تزوجتوا ولما متزوجين وين واصلين بالدراسه حاليا. بتحدى بيك كل الوجود، وياك اكون او لا اكون، انا مش عايش من غير هواك، انا قلبي عاش للجنون من يوم لقاك. حلوة الحياة بتحدى بتحدى بيك كل الوجود، وياك اكون او لا اكون، انا مش عايش من غير هواك، انا قلبي عاش للجنون من يوم لقاك. حلوة الحياة بقلك شو بقلك، بدي قلك اني بحبك، كلمة حبيب يا حبيبي سارة. وقعتيها تصفيق، عافية بارك الله بيك. ما تم لا توقعي، ماشي ماشي، بس ارد اشوفكم الداخل مالتها، شوفوا شلون ورد. هاي سارة سوتها فنانة بالكيك. شكرا شكرا، بس انا فنان اكثر. دقيقة سارة، هاي الكريم كله اخذه، انا احب الكريم فلذلك راح اخذه كله هسه. طبعا انا مثل ما شفتوا ما خليت لون وردي داخل الكيكه بفيديو الكيك، واللي ما شايفه موجود قبل هذا الفيديو، سقيتها بالوردي فشوفوا صاير بها طابع وردي خفيف. تحبون انا اسوي لكم كيك؟ صراحه ما اعرف اسوي الكيك، انا العجين وهاي السوالف وبالفرن، بس اقدر اجيب جاهز وانا زينه. اوكي صدق؟ اذا تحبون اكتبون لنا. انا زينه، شوفوا تزيين يعني. اوكي تزييني زين ولا لا؟ زين، شنو رايك نسوي تحدي؟ انا همينه نجيب كيكتين ونسوي تحدي، شوف يوم تزيينه احلى. صدق؟ اذا تحبون هاي الفكره اكتبوا لنا بالتعليقات.
تحدي هذا نسوي؟ اي ليش تحدي؟ احلى. انت تسوين كيك بس تزيين وانا اسوي بس تزيين؟ اوكي اوكي متفقين. اذا اردتوا هذا الشيء اكتبوا لنا حتى نسوي تحدي، انا اسوي كيك ازين وهي تزين بوحدها، فنشوف يا هو احلى يزين بالكيك. تمام. اكيد؟ اكيد. كافة الأسلحة الأدوات مستقرة راح نستخدمها، بس سري أنا أسوي بوحدي ما علي بيج. ماشي. تريدين أنا أقدم لك مو؟ لا ما عندي كريمة، أنت زين كريمة عادي عاد ما يصير شيء. أشكري. تسوين هاي التحدي وياي يعني؟ ماشي نشوف. بس باعي بالتزيين أنا أحسن منك. انت بالكيك احسن مني اوكي، بس يعني تزييني كان حلو، بس اني يعني عندي افكار جديده ادخل بالموضوع فتنجح يجوز اكثر زين ويجوز اخسر، ما ادري اول مره تجربه. هسه السؤال المهم، شنو رايك بطعم الكيكه؟ لان البعض يقول اوه سبع بيضات تصير بيها زفره وما ادري، فاريد تنطي رايك بكل صراحه يعني. تقول بصراحه؟ اي يعني عبالك مشتريها من برا مو انا. تدرين اني دا احس هذا احسن كيكه انت مسويته. تزيين حلو اوكي كطعم، يعني تزيين ما يهمني هسه. لا افتهمك، تزيين حلو والحشو مالك دائما حلو الحشو، انا اقول لك طيب كلش الحشو مالك والتزيين مالك حلو، بس اللي اختلف هنا خلي دقيقه واخي هذا خلينا نشوف. تعرفون شنو؟ انه هذا الكيك طبقات كتزيين خارجي يصير، طبعا التزيين الخارجي كلش حلو ومرات ممكن تسوي شغلات احلى من هذا التزيين، بس هذا مال كريم هي تسوي بعجينة السكر همينه كلش حلوة تطلع، ومرات بالش اسمه سيروب لو لا لا بس جيلاتين لا لا عجينة سكر واكو صوص الشوكولاتة. انا داري اسوي بالجيلاتين. اوكي اجيب جيلاتين ويمكن بالجيلاتين اشتغله. على العموم التزيين ماله حلو ومرات عدد تزيين احلى ومر بس حسب، بس هذا هم حلو. الحشو مالتها طيب دائما، انا اقول لكم الحشو ابد ما تقصر بيه كلش طيبه تطلع، بس الكيكه مالتها هالمره ككيكه طبقات البيناتن 100% او اكثر، اقدر انطي 1000% مسويتها هالمره، فكلش ناجح صراحه يعني ككيك انجح كيك هذا تقريبا احسن. سابقا هم مسويه بس بهالطريقه، يعني هاي الطريقه كلش طيبه احسها. لان انا مثلكم كنت اتخوف اقول شلون سبع بيضات، عدد البيض هوايه، فكنت اقلل البيض فما كانت تطلع حشه بهاي الطريقه وما بيها اي ريحه زفره. على فكره اللي يعرف بالطبخ اي زفر ما بي، انا فعلا داري اللي يعرف بالطبخ عادي طبقوه راح تشوفون، يعني ماكو ما دا ابالغ، بس فعلا طبقوه راح تشوفون. انا دا ابيع كنت اقول او كنت اقول له ما نجح طبعا عيدي. واللي يعرف بالطبخ يعرف كلش زين انه الخل يقضي على كل ريحه زفر زفر البيض. احنا حتى نستخدمه بطبخاتنا بالايام العاديه لانه هو شيء صراحه طعمه كلش كلش طيب، يعني مو لان انا مسويته بالصوت طيبه صراحه. بمناسبه عيد الحب انا جبت لها اليوم الورد وجبت لها بالمطبخ شوكولا، خلي اجيب لها شوكولا خطيه جبت لها، هي شافتها صراحه ما صارت مفاجاه، بس هي من جبت لها كان مفاجاه، بس بالفيديو هي شافتها اساسا، فراح اجيبها. أنا جبت لها اليوم الورد والشوكولا، شوكولا هاي نوعية شوكولا بلجيكية، بس نوعية راقية كوديفا، نعم كوديفا كوديفا. هاي راح أقدم لها هالمرة بعيد الحب السابق هدية قدمت لك صح، هالمرة شوكولا وورد قدمت لها، بس بنفس الوقت عيد الحب مثل ما قالت مو بس للنساوين، فتفضلي فعيد الحب حتى الابن جبت له هديه، بس هو حاليا نام من يقوم راح امضيه، جبت له هديه تبني شوكولا هالمره، حبيت بس شوكولا اجيب لهم ما جبت لهم غير شيء. يعني ابني اشتريت له يمكن قبل كم يوم ملابس همينه وانت اشتريتي له صح، فجبت له شوكولا، وهاي همينه بيض شوكولا سيت بيض شوكولا هو يحبها نوعية أخرى، بس أنا جبت هذا. على العموم البساطة بالهدية ما أعرف، أنا بالنسبة لي كلش أحب الورد، اللي يعرف كلش زين أنا أحب نوع الورد الجوري، بس اليوم الباقة اللي جاي بيها صراحة كلش حجمها كبير، ما أعرف إذا مبينة في الفيديو ولا لا،
كلش حلوة، كلش فرحت فيها لما شفتها الصبح. كلش حلوة بصراحة، كان وضعي الصبح مو مال تصوير. لا لا كان كلش حلو يعني. اوكي انت بالنسبة لي كان كلش حلو، بس بالنسبة لي اكو فتشي صار براسي اجى اليوم، انه انا واقف بالسرة ما اللي يشترون ورد، بابا حدكم مخطي اللي يشترون رياجيل ولد رياجيل واقفين، كل واحد لازم لباقة ورد بيده، فاكيد يعني يشتري ورد لزوجته وحبيبته، فالوضع كان ما عجبني لان بس احنا واقفين بالسرة ونشتري ورود وكانما مجبورين هيك واقفين، حرامات انقرت اليوم على نفسنا. زين السؤال، انت كنت مجبور تشتري الورد لو طلع من قلبك؟ انا من قلبي، بس من وقفت هناك حسيت كانما احنا مجبورين، بس انا من قلبي ما راح تشتري. بس من شفت نفسي بالسراير هاي الناس يعني هذول الرياجيل كلهم واقفين هناك، فانقارت قلت يعني دا احس احنا كلنا مجبورين صايرين على هذا الشيء. وانا جايب يعني احنا مجبورين، حسيت هذا الاحساس من كنت بالسرا، بس قبل السرا انا كنت رايح اشتري على العموم. نشكركم أن تابعتونا وتدعمونا وتشتركون وتشاهدون فيديوهاتنا وتشاركون يومياتنا، وانتو جزء من عائلتنا صرتوا. صح، وايد تسألون. هو دقيقة باي باي انتو بس اقول ان شاء الله وايد تسألون على ابو اياس. ابو اياس احيانا ما يقدر يطلع لي بالفيديوهات على مود شغله، فدائما طول ايام الاسبوع هو يكون بالشغل بالشغل فما اقدر اطلع هواية. فانتو دائما تسألون محمد منين؟ انا من كركوك، صار من بغداد. هي هذه، ودائما تقولون لهجة محمد، هو محمد كردي طبعا، اكيد ماكو فرق بين العربي والكردي. ماكو فرق، بس انا تركماني. بس احنا بمدينتنا عايشين يعني اكراد، تركمان، عرب، مسيح، يعني كلنا واحد طوائف وقوميات، فاللهجات هناك تصير متقاربة تقريبا، يعني اللغات اوكي مختلفة، او خلينا نقول بس لهجة اهل الشمال من يحجون بالعربي فما ينعرف هذا كردي او تركماني او ما ادري شنو، فلذلك بس ماكو فرق، هو عادي. اوي 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 يحب الكيك لولو، ما عليك كيف لتوسخ ملابسك وتتعور بالشطال. شوف اوكلك اني. همي 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 همي. الله، لولو طيبة الكيكة؟ لولو طيبة الكيكة ماما؟ اني جيم عند البطون ما اعرف شو يقولون. يلا حبيبي بالعافية يا ماما. حطيت لكم مقطع الياس، حتى ما تقولون الياس ماكو بالفيديو، حتى ما تقولون الياس ماكو بالفيديو. ايه يلا سوي لهم باي كيكة. اوكي كيكة، بس سوي لهم باي لولو. ماكو باي باي، والله بعد ابني راح يفرد بالكيك حاليا. شوفوا هاي القطعة لازم نكملها لولو. هلا اشوفكم الياس من يشبع شوفوا شو يسوي. كيكة كيكة، فشلني والله العظيم. هسه صار لازم شو نقول لكم؟ تصبحون على الف خير اذا كان عندكم ليل، واذا كان عندكم نهار ان شاء الله يا ربي نهاركم يكون سعيد. مع السلامه وباي باي. مع السلامه باي باي.